مرحبا. أسبوع جديد وأخبار جديدة بعالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي رح نمر على أبرزها بهالحلقة من استوديو تك. فبهالحلقة رح نحكي عن مايكروسوفت ومستقبل كمبيوترات ويندوز الجديدة، وأيضا حل مشكلة عودة الصور المحذوفة بأجهزة آيفون. أما بفقرة زوم إن، موقع مجاني رح يسمح لك تستخرج النص من أي ملف صوت أو فيديو. وبفقرة جيمينج، تعاون جديد رح يجمع بين كول أوف ديوتي وغاندام. وكمان بريل الأسبوع، خمس أسباب رح تدفعك لاستخدام أنريل إنجن 5 بتصميم لعبتك الجديدة. هي كانت أبرز العناوين والأفكار يلي رح نحكي فيها، بس لسه في تفاصيل وأخبار أكثر من هيك بكتير. لهيك خلونا نبدأ حلقة استوديو تك من بعد هالفاصل. الشركات التكنولوجية عم تتسابق لتقدم أجهزة ومنتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومايكروسوفت انضمت لهالسباق. فبعشرين أيار أعلنت الشركة ضمن مؤتمر بيلد عن مستقبل كمبيوترات ويندوز، والشركة أطلقت على هالكمبيوترات اسم كوبايلوت بلس بي سيز، ورح تحتوي على مزايا حصرية مدمجة بويندوز 11 تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وهالأجهزة لتصير من أجهزة كوبايلوت بلس لازم تحتوي حصرا على وحدة معالجة عصبية NPU ورقاقات سناب دراجون اكس بلس واليت من كوالكوم. ومايكروسوفت اطلقت جهازين بيحملوا هالصفات. الاول هو سيرفس برو، وهو كمبيوتر هجين، يعني بيجي مع كيبورد لاسلكي بيقدر المستخدم يفصله عن الشاشه ويستمتع بتجربه الجهاز اللوحي. اما الجهاز الثاني فهو سيرفس لابتوب، يلي بتقول مايكروسوفت انه اداؤه تحسن بنسبه 85% عن الاصدار السابق. بس هلا خلونا نحكي عن الميزات يلي بتميز هالحواسيب وحواسيب كوبايلوت بلس بشكل عام عن الكمبيوترات العادية. فأول ميزة هي ريكول، يلي بتعمله هو إنها بتسجل كل شيء عم يصير على الشاشة من تصفح الإنترنت وفتح الملفات والتطبيقات، وبترتب هالعمليات كلها ضمن إطار زمني، وبالتالي بيقدر المستخدم يرجع لأي خطوة كان عم يقوم فيها من خلال الرجوع للوقت المطلوب. الميزة الثانية هي التطوير يلي رح يصير على الذكاء الاصطناعي كوبايلوت، فهلأ رح يشتغل بقدرات GPT-4o الجديد من OpenAI. ثالث هالميزات هي اللايف كابشنز، يلي رح تقدم ترجمة فورية لأي محتوى سواء كان مكالمة أو فيديو على الإنترنت لأكثر من 40 لغة، لكن العربية لهلأ مو واحدة منهم. الميزة الرابعة رح تكون لبرنامج الرسام يلي معظمنا بيعرفه، فهلأ رح يقدر يعمل صور بالذكاء الاصطناعي ويعدل على تصميم الرسمة أو يحذف ويضيف عناصر عليها. وتعاونت مايكروسوفت مع شركات تانية لتوفر برامجها على هالحواسيب مثل أدوبي دافنشي ريزولف وكاب كات وغيرها. أجهزة كوبايلوت بلس ما لا مقتصرة على الكمبيوترات يلي بتعملها مايكروسوفت، فكمان رح يصير فيها النوع من الأجهزة بشركات تانية مثل أزوس، سامسونج، اتش بي وغيرها. بس هلأ خلونا نشوف كيف عرفت الشركة على كوبايلوت بلس بي سيز. I need those updates right away. I'll get right on it. صحيح جوجل أعلنت عن مشروع بروجكت جيم فيس بال 2023، لكن هالسنة وكنتيجة عن مؤتمر المطورين أعلنت الشركة عن إتاحة هالمشروع لأجهزة أندرويد. شو هو مشروع جيم فيس؟ ببساطة هو نظام بيسمح للمستخدمين وتحديداً ذوي الهمم بأنهم يتحكموا بالأجهزة الإلكترونية أو يلعبوا ألعابهم المفضلة من دون الحاجة لاستخدام اليدين، إنما بيتحكموا بالأجهزة باستخدام حركات الرأس أو تعبيرات الوجه مثل إيماءات العيون والحواجب والفم. ومن خلال الكاميرا هالإيماءات بتم ترجمتها لإجراءات فعلية على الشاشة. وهلأ أعلنت الشركة أن المستخدمين صاروا بيقدروا يضيفوا هالنظام لأجهزة الموبايل العاملة بنظام أندرويد. جوجل أتاحت بروجكت جيم فيس كنظام مفتوح أي شخص بيقدر يستخدمه وأي مطور فيه يضيف عليه، وهو موجود على منصة جيت هاب. أما هلأ خلونا نشوف هالفيديو يلي نشرته الشركة. Project Game Face has had quite the journey.
It unlocked a new way for users to engage with their favorite games. Thinking outside the controller, Faces became the new command center. With Project GameFace, we realized we had the opportunity to use Google AI to make digital devices more accessible. We're excited to launch Project GameFace for Android, which allows users to control a novel virtual cursor on their Android devices just by using their head movement and facial expression. Google is working closely with Inclusa, a social enterprise that works with organizations to understand accessibility needs, nuances of how persons with disabilities use Android devices, and how Project GameFace can be a genuine partner in their life. I am experimenting with the gesture size feature to see which facial gesture I can use most effectively. أما عن تشات جي بي تي فأعلن عن تطور جديد وبنفس الوقت تعرض لمشكلة رح تخليه عرضة للمحاكمة القانونية. خلونا نبدأ مع التحديث الجديد. فوضحت شركة أوبن أي آي إنه المستخدم ما عاد بحاجة لتنزيل ملفات الوورد أو الباوربوينت والإكسل وغيرها من جوجل درايف أو ون درايف ليعطيهم لتشات جي بي تي، بس رح يربط تشات جي بي تي بهدول المنصات ورح يوصل مباشرة لروبوت الدردشة، ورح يصير قادر بشكل أكبر على تحليل البيانات وتحويلها لرسومات بيانية بمختلف أشكالها وقراءتها. أما عن المشكلة فبعد ما أعلنت أوبن أي آي عن قدرات جي بي تي 4 أو الصوتية والتعبيرية واستمعوا الناس لخمس أصوات مختلفة لتشات جي بي تي، لاحظ المستخدمين أنه واحد من الأصوات تحت اسم سكاي كان مشابه جداً لصوت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون يلي بدورها اتهمت الشركة بسرقة صوتها، لأنه من فترة عرض عليها الرئيس التنفيذي سام ألتمان أنه يستخدم صوتها لتشات جي بي تي وهي رفضت، لهيك رح توكل محاملة تحذف الصوت. أما عن أوبن أي آي فقالت إنه هالصوت مو صوت سكارليت، إنما صوت لممثلة صوتية ما بتقدر تكشف عن هويتها حفاظاً على سريتها، لكن الشركة عملت يلي عليها وأزالت صوت سكاي. خبرونا أنتوا إذا لقيتوا هالتشابه. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Once upon a time. In a world not too different from ours, there was a robot named Byte. من وقت ما أطلقت أبل تحديث iOS 17.5 لأجهزتها، لاحظوا بعض المستخدمين مشكلة سببت لهم إزعاج واستغراب بنفس الوقت. هالمشكلة ظهرت بعد القيام بالتحديث لـiOS 17.5 وكانت ظهور صور كانت محذوفة، وبعض المستخدمين تفاجأوا بظهور صور ترجع لسنة أو سنتين، وفي حالات رجعت فيها صور من 2010. على الرغم من أنه تطبيق الصور الخاص بأبل من المفترض يحذف الصور والفيديوهات المحذوفة نهائياً من الجهاز بعد 30 يوم، وهذا يلي أثار لسه مخاوف أكثر عن احتمالية احتفاظ أبل بكل الصور يلي ممكن الشخص يلتقطها، لكن لهلا سبب المشكلة مو معروف وأبل ما وضحت أبداً أي تفصيل، وإذا واجهتوها فوراً نزلوا التحديث الجديد iOS 17.5.1، فأبل قالت إنها صلحت المشكلة التقنية بأجهزة آيباد وآيفون من خلال هالتحديث، بس ادخلوا على الإعدادات وبعدها للجنرال وعملوا سوفتوير أبديت. برنامج أدوبي لايت روم لتعديل الصور قدر يجمع المستخدمين المحترفين والمبتدئين بنفس الوقت لسهولة استخدامه واحترافية خياراته، وهلأ أدوبي أضافت له ميزات ذكية لتخلي استخدامه لسه أسهل وأسهل. أول ميزة هي Generative Remove أو إزالة العناصر التوليدية يلي رح تسمح للمستخدم بإزالة أي عنصر أو شخص غير مرغوب فيه من الصور بمجرد تحديده، وقالت أدوبي إنه هالأداة هي أقوى أداة إزالة حتى الآن. أما الميزة الثانية هي Lens Blur يلي رح تعتمد على الذكاء الاصطناعي بتمويه خلفية الصور بشكل تلقائي مع توفير العديد من الخيارات لشكل هالتمويه أو التغبيش ليناسب نمط وأسلوب الصور. كل هالميزات والأدوات الجديدة معتمدة على نموذج أدوبي فايرفلاي اللي صار مدمج بمعظم برامج أدوبي، بس هلأ خلونا نشوف الأمثلة والتطبيق العملي لميزات لايت روم الجديدة بهالفيديو. Stay in the moment knowing you can create photos that look exactly the way you want with generative AI in Lightroom. Lightroom has your back no matter what or who shows up in your photos. New Generative Remove powered by Adobe Firefly lets you quickly get rid of distractions in a snap.
And with Lens Blur and our adaptive presets for Lens Blur, you can add a blur effect to any part of your photo, putting the focus on what matters most. With Generative Remove, you can easily make unwanted objects and distractions disappear. Just turn the Generative AI toggle to on, and with a quick brushstroke, it's goodbye, photo bombers. Generative Remove works amazing on complex backgrounds, like matching the detailed wallpaper in this photo. After the first removal, you can tap Refine to see a few more variations and pick the one you like best. You could also hit Restore to remove the remove and start over. Our new and improved Lens Blur uses the power of AI to map the foreground and background of your image to apply a dreamy blur effect that makes your photo pop. We've made the latest version better than ever at detecting the subject of your photo so you can cut right to the fun parts, like playing around with the blur amount or changing the shape of the blur. You can also completely customize the area you want to blur by using the Focus Range tool. We've also introduced 7 new adaptive presets for Lens Blur that can be applied in one tap. They're great for quickly finding a look that you can then customize further. Each preset has a different effect that changes the shape and style of the blur in the background or the bokeh. These presets use AI technology to apply a blur effect that is tailor-made to your photo. Once you pick a preset, you can play around with the blur intensity using the amount slider. With new Generative Remove and Lens Blur in Lightroom, it's easier than ever to make your photos feel more like you. موقع مجاني لاستخراج النص من الفيديوهات وملفات الصوت وموقع تاني لإزالة خلفية الصور بدقة عالية. كل هذا أكثر رح نتعرف عليه بفقرة زوم إن. وأخيراً صار في موقع بيستخرج النص من الفيديو أو ملفات الصوت مجاناً وبسهولة كبيرة. إذا كنت طالب أو صانع محتوى فأكيد رح تستفاد من موقع freesubtitles.ai. إن كان لتعمل ملخصات من تسجيلات الدروس والمحاضرات أو لتأخذ النص جاهز وتضيفه على فيديوهاتك على السوشيال ميديا، وحتى ممكن يترجم لك هالنص لأكثر من لغة ليوصل محتواك لأشخاص أكثر. الموقع كتير سهل، فبس بيتطلب منك تزويده بالفيديو أو الصوت يلي بدك تستخرج منه النص وتحدد له اللغة يلي بدك إياها، وأكيد اللغة العربية موجودة. والنسخة المجانية الموجودة بخطة الموقع كافية جداً، فبتسمح لك بتحميل ملفات بحجم 300 ميجا بايت بمدة ساعة كاملة، ورح تقدر تعمل داونلود للنص المستخرج بصيغة SRT Text أو VTT. نحن جربنا freesubtitles.ai وهي كانت النتيجة. بالبداية اخترنا ملف الصوت يلي بدنا نختبر موقع freesubtitles عليه. بعدها رح نروح على موقع freesubtitles.ai ورح نحدد اللغة العربية ونحن محددينها من قبل. نعمل تحميل للملف ورح ننتظر 49 ثانية، وبس انتهت هالمدة بصير النص جاهز. 4 طرق تجعل حاسوبك يعمل بشكل أسرع. أولاً، وضع الطاقة الأفضل. يمكن أن يؤدي اختيار وضع الطاقة الخاطئ إلى تقليل جودة الأداء. وأخيراً عملنا له داونلود بصيغة تكست. مكملين مع المواقع المجانية، والموقع يلي رح أحكي لكم عنه بيقدم ميزتين مهمين جداً. أول ميزة بيقدمها crayon.com هي إزالة خلفية الصور وتحميل النتيجة بدقة HD. مو بس هيك، فلتستخدمه ما بتحتاج لتسجيل دخول ورح يكون عندك محاولات لا نهائية. تاني ميزة وهي الهدف الأساسي لهالموقع هي إمكانية إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي، وكرايون مبدع بإنشاء الصور على شكل رسومات تحديداً. رح توصف له شكل الصورة يلي بدك ياها، وبستين ثانية بيعطيك 9 نتائج، وإذا لقيت طلبك بوحدة من هالتسعة فيك تعلي دقتها وتعمل لها داونلود بدقة عالية. كمان جربنا crayon.com، خلونا نشوف كيف كانت النتائج. بالدخول على موقع crayon.com رح نجرب بالبداية ميزة إزالة الخلفية. اخترنا هالصورة البسيطة لوردة وحملناها على الموقع. بياخد دقيقة على حسب سرعة الإنترنت وبيعطيك النتيجة لتنزلها بدقة HD. الميزة الثانية هي إنشاء الصور والرسومات بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي. ما رح نصعب الطلب، رح نطلب منه يعمل رسمة لقطة لابسة طقم رسمي. عطانا 9 نتائج، رح نختار واحدة منهم ونعمل لها أبسكيل أو تعزيز للجودة. وأخيراً نعمل داونلود.
في تطبيقات مهمتها الأساسية هي إنها تسهل عليك أمور ما كنت بتعرف إنها رح تكون ضرورية بوقت من الأوقات، أو ما خطر لك إنه يكون في تطبيق بيعملها مثل التطبيق اللي رح خبركن عنه اليوم. تخيلوا إنه عندكن وظائف أو مهام بتحتاج منكن الاستعانة بمواقع على الإنترنت والمعلومات الموجودة فيها، ورح تحتاجوا إنكن توصلوا لهالمواقع بأي وقت. أو بمثال أبسط، لقيت مقالة عجبتك بموقع وحبيت تحفظها لتقراها بعدين. هون بيجي دور تطبيقنا يلي اسمه Web to PDF Converter. هالتطبيق رح يحول لك صفحة الإنترنت لملف PDF تقدر توصل له أيمت ما بدك وبدون إنترنت حتى. هالتطبيق مجاني تماماً وموجود لأجهزة الأندرويد والآي أو إس. خلونا نشوف التجربة يلي عملناها عليه بهالتقرير. لحتى تحولوا أي صفحة ضمن أي موقع إلكتروني لملف PDF، بالبداية رح تفوتوا على متجر التطبيقات وتعملوا داونلود لتطبيق Web to PDF Converter، وبعدها منروح على رابط الموقع يلي بدنا اياه، ونحن اخترنا هالمقالة بشكل عشوائي. رح ننسخ اللينك ونتوجه للتطبيق يلي نزلنا، منعمل لصق للرابط. رح يعطينا عرض بسيط عن شكل المقال كيف رح يطلع. إذا كان مقبول بالنسبة لإلنا نعمل له سيف أو حفظ، ومنلاقي صار موجود عنا بالستورج، وهيك صار شكل المقال كملف PDF. آخر الإصدارات والتعاونات بعالم الألعاب رح نعرفها بفقرة جيمينج. إذا كنت مبرمج ألعاب فأكيد رح تدور على محرك ألعاب سهل وبسيط وبيختصر عليك كتير خطوات، وهالشي بيوفره Unreal Engine 5. لهيك وبريل الأسبوع رح يحكي لنا مبرمج الألعاب زين قاسم عن 5 أسباب بتخليك تستخدم Unreal Engine 5 بتصميم ألعابك الجاية. 5 أسباب بتخليك تستخدم Unreal Engine 5 للعبتك الجديدة. Nanite Virtualized Geometry. Nanite هي أداة جديدة بتساعدك تصنع بيئة عالية بالتفاصيل بدون ما تأكل هم انخفاض بالأداء. هي لحالها تتحكم بالليفل اوف ديتيلز أو كمية التفاصيل بشكل ديناميكي، حيث ما تضطر أنك تعدل على التصاميم ثلاثية الأبعاد بشكل يدوي. Lumen Global Illumination. Lumen هو نظام إضاءة بيخلي الضوء جوات اللعبة كتير قريب للحقيقة وبشكل ديناميكي كمان، بحيث بيتغير مع تغير البيئة ومعنك مضطر بعد كل تغيير تعمل بيك وتستنى. World Partition. هذا نظام مخصص أكتر للي عم يصمم لعبة Open World وخريطة كتير كبيرة، بيقسم الخريطة أو البيئة لعدة أقسام وبيتم تحميل الأقسام فقط عند الحاجة. Meta Human Creator. هي الأداة مخيفة بتساعدك تصنع شخصيات بشرية كتير قريبة للواقع وبشكل كتير سهل، وبتدعم كتير أدوات جانبية ممكن تسمح لك حتى تستعمل موبايلة لتحول الفيديو لأنيميشن للشخصية بسهولة. إذا ما كتير بتعرف برمجة فكمان هذا ما نوع عائق، لأنه بأنريل إنجن في أداة اسمها بلوبرينتس بتخليك تبرمج اللعبة كلها عن طريق مربعات بصرية فينك تتحكم فيها بالفارة، وهي لحالها بتحول الكود لسي بلس بلس. كتير ألعاب انصنعت بهذه الطريقة، وفورتنايت هي مثال عن لعبة ضخمة جزء كبير منها معمول باستخدام البلوبرينتس. لعبة Call of Duty عم تتميز بتعاوناتها الأخيرة، فبعد تعاونها مع سلسلة الأنمي الشهيرة هجوم العمالقة، التعاون القادم والجديد رح يكون مع غاندام. غاندام واحدة من أشهر قصص الخيال العلمي اليابانية يلي بتجمع بين الروبوتات العملاقة والميكا مع قصص درامية، ومع التعاون الجديد مع Call of Duty بالموسم الرابع رح تحضر هالروبوتات العملاقة لساحة المعركة، ورح يكون في 3 حزم خاصة بهالتعاون، كل حزمة رح يكون فيها سكنات، مخططات وملصقات خاصة، ورح يكون في خريطتين جداد وهنن اليابان وباريس. الموسم الرابع من Call of Duty يلي بيبدأ ب 29 أيار 2024 ليخلونا نشوف كيف أعلنت اللعبة عن تعاونها الجديد. عم تستمر الشركات بتقديم منتجات بتسهل الحياة على ذوي الهمم ليستخدموا التكنولوجيا ويستمتعوا بابتكاراتها الجديدة، وهذا كان هدف مايكروسوفت لما أعلنت عن Proteus Controller، وهي وحدة تحكم بالألعاب خاصة بذوي الهمم بتسهل عليهم لعب الألعاب على Xbox وويندوز، ولسه ما بتتوافق مع PlayStation 5 أو Switch. وحدة هالتحكم إجت بالتعاون بين مايكروسوفت وشركة BioWave للأجهزة الطبية، وهي مكونة من مكعبات صغيرة بحجم الكف مع لوحات عليها أزرار وعصي، نقدر نبدل أماكنها لنعمل أكثر من 100 تكوين لتكون مناسبة لمختلف الحالات الصحية، وبروتيوس بتنشحن من خلال كابل USB-C. وحدة هالتحكم رح تتوفر بخريف 2024، أما هلأ خلونا نشوف كيف عرفت الشركة عليها.
من الألعاب المنتظرة بشدة بال 2024 صدرت بشكل رسمي، وهي ريميك للعبة سيستم شوك يلي صدرت للمرة الأولى بعام 1994. قصة اللعبة بتدور عام 2074 على متن محطة سيتيزن ستيشن الفضائية. اللاعب بياخد شخصية البطل بمنظور الشخص الأول، وهو هاكر بده يواجه الذكاء الاصطناعي المتمرد داخل المحطة ويلي اسمه شودن. وخلال اللعبة رح تقدروا تستكشفوا المحطة الفضائية المليانة بالأسرار وقتال الروبوتات والكائنات المعدلة وراثياً. ولأنه هالنسخة من اللعبة هي ريميك، فرح تحتوي على رسومات وميزات لعب أفضل ومحتوى إضافي، وكمان رح تتوفر الدبلجة العربية فيها. سيستم شوك صدرت 3/21 أيار لأجهزة الكمبيوتر بلاي ستيشن 4 و 5، إكس بوكس سيريس إكس و إس. ولهون بتكون خلصت أخبارنا وحلقة استوديو تك وصلت لنهايتها. تابعونا الأسبوع الجاي بنفس التوقيت والموعد على شاشة سما الفضائية، ولا تنسوا اللايك على صفحة استوديو تك على الفيسبوك لتضلوا على مواكبة مستمرة لآخر الأخبار التكنولوجية.